الشرك بنوعين الأصغر والأكبر فيهما جلي وخفي. فمثال الجلي في الشرك الأصغر الحلف بغير الله، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذا شرك جلي أصغر. أما الشرك الخفي في الشرك الأصغر فهو الرياء. وأما الشرك الجلي في الشرك الأكبر أن يركع أحد لمخلوق، هذا شرك جلي ظاهر، أو أن يعبد صنما. أما الشرك الخفي في الشرك الأكبر كان يبغض ما جاء به الشرع، قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله.